وننتقل إلى زاويتنا الحوارية الأولى والتي سوف نخصصها للحديث أكثر حول عدد من الموضوعات، لعل من أبرزها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وأيضا الحملة الخاصة بالتنمر ولعبة البوكيمون الإلكترونية ومخاطرها في هذه الأيام، وذلك من منظور أكاديمي وأيضا اجتماعي. إذ نرحب بالأستاذة الدكتورة إيمان طعمة الشمري، عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت. يا هلا فيك، مساء الخير. في البداية مبارك لك دخولك موسوعة غينيس أكيد، ويريت نتكلم عن فكرة دخولك إلى هذه الموسوعة شلون جت. والله بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. شرفني الله سبحانه وتعالى أنه يعني ألهمني بهذه الفكرة لكي تكون أقل ما أقدمه لبلدي الكويت. أنه أنا لست الأولى يعني من يدخل موسوعة غينيس ككويتية أو كويتي، لكن إضافة رقم إلى عدد حصول الكويت على أرقام قياسية إضافة مشرفة أكيد للكويت، الحمد لله رب العالمين. وأيضا اختياري لشيء إنساني، وذلك لإظهار الكويت يعني ملهم طبعا بقائد الإنسانية، من اختيار الكويت أن شيخ قائد الإنسانية في 2015. هذا ألهمني أنه أنا أختار هدف إنساني وحقق فيه رقم قياسي. جميل، نتكلم عن الألبوم الرقمي للصور. اي نعم، ياريت نتكلم أكثر. يمكن معنا إحنا أيضا المخرج حاط لنا على الشاشة هذه اللي هي الشهادة من لندن من غينيس وورلد ريكورد. هذه في شهر 6 استلمتها أنا شهر 6، بس هي التاريخ شهر 3، وطبعا مكتوب فيها اسمي، وجميل فيها أن شويخ يعني مكتوب فيها أيضا شويخ اللي هي يعني بيتي اللي هو بالشويخ، فوايد حبيت. يعني هو طبعا اسمي كمواطنة كويتية هذا شيء يعني يشرفني. أكيد. الكويت أعطتني وأعطت يعني كل الكويتي أعطت الكثير، وهذا يمكن أقل شيء أحققه. بالنسبة لي الحملة هي حملة ضد التنمر اللي هو السلوك التكرر في العنف والإهانات سواء لفظية أو نفسية أو جسدية. طبعا تكلمت عنها بإسهاب في مجالات وأيضا في الإنستغرام مال الحملة، لو يريت اللي يعني مهتم إنه يدخل اللي هي Q8A.B اللي هو Kuwait Against Bullying عشان وقت الحلقة. الحملة باختصار إنه هو أنا اقترحت على موسوعة غينيس رقم قياسي جديد وهو 10,000 صورة لأشخاص يحملون نفس اللافتة، وكانت اللافتة مكتوب عليها Shame on you يعني عار عليك. فكرة عار عليك هي المعيب هو من يعيب. ولدي يمكن قاسع في المدرسة من التنمر، أولاد ناس وايل، أو إحنا كلنا في فترة من حياتنا قاسين من التنمر، إنه شخص معين يحبطنا سواء إنه يعيب على شكل أو يعيب على عرق أو على يعني أي شيء، أي صفة جسدية. يعني يمكن لأنك عايشتي هذا الموضوع عن تجربة. أنا الكل يعني أنا أعتقد ما في طفل في المدرسة ما مر في صحيح مشكلة التنمر. وأيضا خاصة الأطفال يكونوا حساسين نوعا ما، يعني مثل ما الشيخ صباح ذكر أنه في أنه السايبر بولينج اللي هو التنمر الإلكتروني، لما قال أنه لا نستخدم وسائل الاتصال في أنه نزرع الكراهية والعنف في أن إحنا نتنابز بالألقاب مثل ما ذكر القرآن الكريم. فبالتالي نحن بالكويت دولة محسودة، ونتعرض من الخارج لإعلام يحاول أن يصنع تنمر عرقي وديني بين طوائف المجتمع الكويتي، فإحنا لازم من الداخل نهاجم هذا بأن إحنا نعزز قيمة الالتحام الوطني ونحارب التنمر. فإحنا الآن مثل ما حضرتك تدرين يعني في أشياء حصلت في الكويت مؤخراً، أشياء حزينة صحيح هي سببها زرع هذا الحاجز بين الديني وحاجز، يعني حتى في يعني في اشياء معينه ما ودي اذكرها لانه احنا سعيدين اليوم ان ويمكن نتيجه ما يحصل في الشرق الاوسط عامه. والله لا، في اعلام خارجي يحاول ان يزرع هذه الفرقه، اعلام سلبي فاحنا لازم بالكويت يكون يعني نتصدق. نحارب الشيء بما ما يعني نحارب الاعلام بالاعلام. حلو. فيجب ان نحارب هذا الشيء، فهي محاربه التنمر العرقي والعنصري والمدرسي والنفسي الوظيفي ايضا ذكرنا. هذه اول حمله اصلا في العالم تحارب التنمر بكل انواعه، تلاحظين في تركيز في دول مختلفه على حملات معينه التنمر المدرسي فقط، لكن نحن محتاجين يعني ايضا في نسبه الانسحاب من الوظائف كبيره، هناك تنمر وظيفي، هناك تنمر اسري، العنف ضد الأطفال، كل هذا تم تسليط الضوء عليه في الإنستغرام أكاونت، وفي حاليا بديت التويتر بنشاط شوية. الحمد لله دخولي موسوعة غينيس يمكن جاب لي فولورز أكثر،
يعني هي سبحان الله استخدمت أنا الموسوعة كنوع من الدعاية والعكس صحيح. يعني استخدمت الحملة لخدمة دخول الكويت لموسوعة جينيس واستخدمت موسوعة جينيس لتسليط الضوء على الظاهرة، فلله الحمد يعني. الحمد لله. شلون لقيتي أصداء اختيارك لهذا الموضوع سواء من داخل الكويت أو من خارج الكويت بعد دخول موسوعة جينيس؟ والله الحمد لله يعني حاليا بعد موسوعة جينيس، يعني شوفي في مرحلة أولى وفي مرحلة وسط وفي مرحلة نهائية. المرحلة الأولى كانت صعبة، أول شيء كان في استغراب من بعض الأشخاص يقول إحنا شعب نحب الضغط وأنت إيش راح تسوين وأنت إيش يعني ما راح تسوين شيء، يعني البعض اعتراض حس إن هذه الشغلة موجودة عندنا بالمجتمع الكويتي. لكن أنا هدفي في الحملة اللي يشوف الأكاونت اللي بالإنستغرام وشي هدفي إنه تسليط الضوء على الألم الذي يتعرض للأشخاص. الأفلام كانت تتناول الألم اللي يعني حتى في كلمات تطلق مثلا إنه بعض الكلمات أقوى من الكلمات. هذا الـ أيضا إحنا عندنا مشكلة shame on you is to empower the victims، يعني إنه الضحية نبي الضحية يتكلم ويعبر عن ألمه. إحنا عندنا ثقافة نعيب إن أنت تقول أنا أتألم. فأنا حاولت إنه هذا، ففي بداية الحملة واجهت كثير من العقبات إنه أقنع الناس إنه أيضا يمسكون اللوحة. لكن الله أنعم علينا في بداية الحملة دخلت معي زميلتي دكتورة أمثال الحويلة، هي دكتورة في علم النفس وعضو في لجان كبيرة، فهي ساعدتني هي وطلبتها، هي عندها مركز ضد العنف الأسري في جامعة الكويت، ساعدتني في بداية الحملة جدا. يعني أنا أعتقد لو ما هي يمكن كنت وقفت، وبعدين في نص الحملة ساعدوني طلبتي، وبعدين في آخر الحملة الحمد لله يمكن ساعدوني زملائي. يعني آخر الحملة كانت صعبة لأن موسوعة جينيس كان في أخذ ورد، إنه كان مطلوب وايد أشياء ومبالغ هائلة، طبعا اضطريت إنه أمولها شخصيا، لكن الحمد لله يعني عادي ما في أي دعم خارجي. هذا أقولك المرحلة الوسط كانت مؤلمة لأنه عارفة أنا دكتورة، ساعات يكون حلو إني أفكر وإني أعطي، لكن صعب إني أكون تاجرة وصعب إني أجيب. طب دكتورة إيمان، الحملة تضمنت أيضا طرق العلاج بغض النظر عن الصور المطروحة؟ شوفي لا، الحملة كل شيء تناولنا، تكلمنا عن آلامها. يعني أنا يا ريت يدخلوا التويتر أكاونت، في الآن أفلام قاعد يعني تصنع للحملة كلها يعني تطوعية، في أشياء أنا مضطر أدفع فيها مثل تأجير كاميرات ومعدات وكذي، لكن الناس وايد حابين. يعني الآن ماسكين التنمر ضد المعاق والتنمر ضد الأطفال الحين ومركزة عليهم الحمد لله. بعد ما بديت الحملة شهر 12 الإعلام، يمكن برمضان ما بأقول اسم البرنامج، بس في برنامج خذ نفس فكرتي. يعني أنا تلاحظين يعني بالشهر 12 حطيت إنه كنت أنادي المتطوعين بنسوي أفلام، ففي قناة ثانية يمكن الناس الحين فاهميني، في قناة ثانية خذت نفس الفكرة وسوت مسابقة، وأنا كنت بالضبط كانت هذه فكرتي. بس أنا مستأنسة إنها بدت من الكويت، يعني مش أنا لما أتكلم ما هم دائما يقولون ناجح يقلد، هو مش إن أنا قصدي والله العظيم ما يهمني إيمان، هذا يعتبر مفخرة لك أكيد. لا مو إيمان، لما كتب الخبر بعدين في الصحف الخارجية كتبوا كويتية، والله هذا يعني حتى لو ما كتبوا اسمي والله بس يكتبون كويتية دخلت موسوعة جينيس، أنا بالنسبة لي هذا يعني أهم شيء. نعم يعطيك العافية دكتورة إيمان طعمة الشمري عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت، نشكر وجودك اليوم معنا في برنامج مساء الخير. يعطيك العافية. فاصل مشاهدينا.